السلام عليكم. مش عارفة أقول له إيه، مش عارفة أحكي له. قعدت أجيب له كلمة من الشرق على كلمة من الغرب، في الآخر برضه ما عرفتش أقول له أنت مين. قولي له بيحبني وعاوز يتجوزني. نعم؟ بيحبني وعاوز يتجوزني. بجد يا عيسى أنت عايز تتجوزني؟ لا بهزر، بقول لك عاوز اتجوزك واجي قدام ابوكي اقول لك عليكي واحد واطلع اجري. عارف يا عيسى، كنت فاكره ان حياتي خلاص خلصت وان مستحيل اي حاجه حلوه ممكن تحصل لحد ما قابلتك. انا حياتي كانت خلصانه اصلا لحد ما انت بقيتي فيها. اهي ضحكتك الحلوه دي اللي بتصبرني على الدنيا وتخليني لسه حبيبها. اقول لك على حاجه، ولا تقولي ولا تعيدي ولا تزيدي. هنبدا في الرغي من دلوقتي، نقعد مع ابوك الاول نخلصوا موضوع الجوازه، وبعد ما نتجوزوا نرغوا براحتنا. فرح؟ نعم. انا بحبك. وانا كمان يا عيسى بحبك قوي. مش جدي، انا بحبك قوي 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 قوي. نطلع لبوفي نكلفته في كلمتين، وضعون الله ننزلوا متجوزين. يلا